ايه يا ماما؟ والله ياسمين الشام على خدك وحلاوة العسل من شهدك، اسم الله قمر يا ما شاء الله عليك يا قمر، يا قمرنا يا منور من قدك قدك ميس ميس قدك قدك ميس يا سمر مار. يا ابن عم انت هو خليك يا عم تراصي، ان شاء الله ما تبلع الرأسة. يو ابن عمي انت هون من سما؟ تعرفين رأسك حلوة بالسيف. عن جد ابن عمي. عجبتك رأستي بالسيف؟ كتير اخي. بدي اشوف مقتل. عندي شوف مقتل. هلا بيهم لك يا ابو نجيلة. عمي هو عادني تحكي لي قصة جدك عياش الله يرحمه، وقصة سيفه وقصة خنجر وقصة عصايته وحجره كمان. لك هي قصة طويلة خلصينا منها. لك طويلة القصة. شو علي ابن عمي؟ قاعدين عم نتسلى الله يخليك. طيب راح هي وامري لأول. هذا يا مرحومة البي كان جدي عياش رحمة الله عليه عقيد الحارة من زمان 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 كتير. ايه. وبيوم من ذات الأيام مر بهالحارة عساكر السلطان. هدول كانوا يسمون الانكشارية، وهدول كانوا زهران كتير. ولما مرقوا ناح القهوة صادفوا حرمة، قام صاروا يضايقوها ويحرقشوها ويسمعوها كلام شروي غروي. يوه ويا على عيونهم، يخرب بيتهم من حالهم، الله لا يوفقهم. قام راحي صاحت لك هداك الصوت ولي شلفني بالحجر، صابتني. هداك شاف شوفي أرض، لحقوا جدي، شلفوا بالخنجر، إجا بنص ظهره. وصل للوالي واشتكى لجدي. ضلوا يلاحقوا جدي عياش ويدوروا عليه شي ست شهور. قام وصى قبل ما يمسكوا بسيفه وبدرسه وبخنجره وبعصايته للعقيد اللي بده يستلم بعده. بس هو شروط. شو الشرط ابن عمي؟ أول شرط أنه العقيد اللي بده يستلم بعده أنه يكون صاحب نخوة وشرف وقبطاي وكل الحارة تشهد له بهالشي. وتاني شرط ابن عمي؟ تاني شرط أنه يحمل الحجر اللي حمله جدي عياش ويمشي فيه 10 فشخات ويزده، على شرط يجي على بعد 4 فشخات، لأنه جدي لما هجم على العسكر هجم هيك. بعدين لما لقطوه عذبوه عذبوه وخوزقوه لحتى مات. ياه يا لطيف، والله زنزل بدني. وصار هيك بعدين منها كل واحد بده يستلم عقيد تكون فيها الشروط ويمرق بهالامتحان. ابن عمي هلا انت لما صرت عقيد عملت الامتحان؟ لك شلون لك، كنا 3 قضايات وشهدت لنا الحارة كلياتها بالنخوة والشهامة والشرف. اول واحد ابو فخر اللحى، الثاني ابن عمر المختار ابو وضاح. هدول عيلته هاجروا الحاره من زمان لانه قتلوا ابن ابو رضا المبيض. والثالث لعبت لله، وقتها اجى المختار ابو وضاح اعطاني سلاحات جدي، السيف والترس والخنجر والعصاي. وثاني يوم من وش الصبح رحت على سوق النحاسين كتبوا اسمي عليهم، لانه لازم كل واحد بده يصير عقيد يكتبوا له اسمه على كل قطعه منها. وهيك صرت العقيد السابع بعد جدي رحمة الله عليه. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله. صباح الخير تقبرني. صباح الخير. شلون راحت علي هيك غفوة وروحت صلاة الصبح بالجامع؟ والله ما بعرف، يمكن لأنه تأخرنا بالسهرة مبارح. لا حول ولا قوة إلا بالله، للحق لكان صلي قبل ما تطلع الشمس. أنا صليت ودعيت لك. تقبل الله منا ومنكم. مين هذا اللي جايين من الصباح؟ يا فتاح يا عليم. يا مختار. لك ايوة حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسعدني صباحك. أهلين أبو نجيب، لك خير؟ شو جايبك قبل الشحادة وبنتها؟ هاي جيت على الميعاد سيدي راسي.
ألو ميعاد. مو حضرتك قلت لي امبارح مر لي عندي بكره الصباح مشان تحصل لي حقي؟ لك أنو حق؟ حقي من اللحمه سيد راسي شباك لك كل سيتي يا مقتل الله يسترك. لا حول ولا قوه الا بالله. هلا جايين من الصباح مشان اللحمه. والله يا مختار خفت اذا تاخرت ما لاقيك، وبيني بينك خفت أبفخري نفق اللحمه. أبفخري فتح دكانته؟ فاتح سيد راسي فاتح لك وعم يذبح. بتروح عنده بتقول له بيسلم عليك المختار وبيقول لك اعطيني نص رطل لحمه هبره وهو بحاسبك. والقش والراس سيد راسي. والقش والراس والبطيخ المبسمر. مختار والله خايف اذا رحت لعند فخري ما يصدقني. ماشي روح على الحاصل خد ديبه معك خليه هو يقول له. ايه الله يخلي لنا المختار كتر خيرك يا سيد راسي. مين هذا ابن عمي؟ هذا ابو نجيب. شو بده ابو نجيب؟ من امبارح لليوم لاحقني على شقفة لحمة. شقفة لحمة؟ ايه نعم شقفة لحمة. وين القهوة؟ على راسي تقبرني. يلا ساوي يلا اتوضى. لا اله الا الله. دخيلك يا ربي. دخيلك تعافيني اياه. دخيل اسمك. أخذ شمعة لما أمسي ابن السروجي دخيلك يا رب. بيقول لك المختار عطي له أبو نجيب نصرة اللحمة هبرة وقشة وراس ومقادم وهو بيعطيك حقه. هي بدل حصته تبع دبايح مبارح. لك شو دبايح مبارح وحصته؟ أبو نجيب أخذ حصته كاملة مبارح وزيادة. إيه ما عجبته أخذها المختار مش هنورجيها. المختار أخذها وعطاها الحرمة فقيرة وقال له روح لعند أبو فخري بيعطيك غير.